سماحة الشيخ، لديه تساؤل في غاية الأهمية، وهو أنهم عندما يعرضون أعمال الخير إلى الناس ويجد الناس فيها كفالة أيتام وفقراء، فإنهم يفضلون كفالة الأيتام وقليلا ما يذهبون إلى جانب الفقراء. هل هناك فارق، وهل هناك يعني ما يدعو إلى هذا لا التفضيل؟ ينبغي أن يكون التوفير لهؤلاء على حساب هؤلاء ولا العكس. الأيتام لهم حقوق، والمساكين لهم حقوق، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. قدم اليتامى لأن اليتامى في وضع حرج بحيث لا يمكنهم أن يتحركوا بأنفسهم، هم في مرحلة من العمر لا تمكنهم بأن يقوموا بشؤونهم، لا تمكنهم بأن يقوموا بكسب الرزق لأنفسهم، فلذلك قدموا على المساكين. ولكن مع ذلك عطف عليهم المساكين. المساكين مقصولون هنا من كانوا في مرحلة من العمر هم يمكنهم أن يتحركوا لو وجدوا ما يعينهم على هذه الحركة، فإذا هؤلاء الذين يكسبونهم من خير يعينونهم بهذا العمل على تحركهم لطلب رزقهم، ربما ما يجدونه من أيدي هؤلاء المحسنين إليهم يكون سببا لتحركهم فيما بعد كسب رزقهم بأنفسهم. قد يتوفر لأحد ما يتمكن به من كسب الرزق، تتوفر له آلة كسب الرزق، ولكن مع هذا لا ينبغي أن يهمل جانب الفقراء والمساكين لأجل اليتامى وحدهم. فاليتامى يراعون ويقدمون ويؤثرون، ولكن مع ذلك الطرف الآخر أيضا يراعى ويقدم له الحق الواجب له. يعني إذا كفل الإنسان فقيرا هل له من الثواب كما يكفل يتيما مثلا؟ لا ريب أنه إذا كان كفله، ولكن مع ذلك يكفله يعني يكفله بطريقة حضارية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطى رجلا من الفقراء فأس وأمره أن يكسب رزقه. فبإمكانه أن يهيئ له آلة لكسب رزقه حتى يعيش لا يتكفف الناس، وإنما يستقل بكسبه وعمله إن أمكن ذلك. وقد يكون هناك معوزون لا يمكنه أن يكسب الرزق، أولئك الذين أصيبوا بشيء من العوائق التي تحول بينهم وبين الكسب، كالعارج الذي لا يستطيع الحركة أو غيره أو أمثال هؤلاء. فهؤلاء مهما كان ينبغي أن يكفلوا، والله تعالى يمن على كافليهم بالخير ويمن عليهم بالخير. الحمد لله، آمين.